الا عندك شيبه في الدار عندك كنز، خليك معايا للاخير تكتشفي استعمالات مدهشه وجديده. فاش غتفيدنا؟ فاش غادي نستخدموها؟ غير درهم واحد غادي يعالجينا اصعب المشاكل بالاخص في هذا البرد هذا. خليكم معايا للاخير باش تكتشفوا هذه الاستعمالات هذه، ويلا نبداو على بركه الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في الحصه الجديده. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب، وكنتمنى الفيديو يلقاكم في اسم الصحه والعافيه. رجعت لكم اليوم فيديو جديد، وهذا الفيديو كما كتشوفوا معايا عن الشيبه اللي هي الموسم ديالها دابا، عندها استعمالات رائعه ومدهشه بالاخص في هذا البرد، غادي تهنيكم من اصعب المشاكل. خليكم معايا للاخير باش نشوفوا هذه الاستعمالات هذه، وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعه. ما تنساونيش بلايك والبارتاج، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. ندوزو نبداو باول استعمال. كما كتعرفوا دابا يعني الناس بزاف اللي كيعانيو من المشاكل ديال نزلات البرد والسيلان ديال الانف، بالاخص دابا اللي برد الحال وتغير يعني الجو، كتجيبوا هاد الشيبه هادي كتاخذوا غير واحد العرش اللي هو يكون صغير، وكتجيبوا الحليب كتوضعوا هذاك العريش يعني كتغسلوه جيدا، وكتوضعوه في كاس ديال الحليب يكون مغلي يعني طيبتوا الحليب، اولا كتوضعوها معاه وكتطلع مع الحليب وكتخليوه حتى تتبرد، يعني كتحليوها غير بالعسل وكتعطيوها حتى للاطفال ديالكم وليكم نتوما، راه رائعة وكتخلصكم من هذوك النزلات ديال البرد وكتدفي كذلك الجسم. كذلك بالنسبه للناس اللي عندهم الام ديال القدمين او البروده اللي كتكون في القدمين، انكم كتجيبوا هاد الشيبه هذه، كتجيبوا واحد العرش وكتحاولوا انكم يعني تغسلوه تغسل جيدا يعني، وكتقطعوه في واحد البانيو. انا هنايا غير جبت لكم باش نوري لكم، كتحاولوا انكم تقطعوا داك العرش في واحد البانيو بهذا الشكل هذا، وكتوضعوا عليه الماء يكون طايب يعني الماء يكون سخون، وكتوضعوا واحد المعلقه ديال الملح، وكتخليوه يعني حتى تقدروا توضعوا فيه الاصابع ديالكم هكا، وكتنقعوا فيه رجليكم وكتخليوهم يعني واحد المدة، يعني راها فعالة في أنها كتسخن الجسم كذلك وكتخلصكم من داك الألم ديال القدمين، يعني رائعة ممكن تداوموا عليها وكتعطيكم نتيجة اللي هي فعالة. ندوزو لاستعمال اخر، وهو اللي عنده مشاكل ديال القشره يعني، واللي عنده مشاكل ديال الحكه ديال الراس، ما عليكم الا كتجيبوا شويه ديال الماء وكتجيبوا كذلك واحد العرش اللي كتكونوا ديجا غاسلينو، كتقطعوه في هذا الماء هذا وكنوضعوه، غادي نديه دابا فوق النار حتى يطلق ليا داك تطلق ليا يعني الشيبه كذلك المفعول ديالها، وداك يتغير ليا اللون ديالها. ودابا اللي خليت هاد الشيبه هذه يعني فوق النار باش نعطيكم الطريقه، غندوزو كذلك نتعرفوا على بعض الفوائد الاخرى للشيبه وفاش غتفيدنا، وخليكم معايا للاخير باقي استعمال اخر بالنسبه للناس اللي عندهم بروده والروماتيزم والسياتيك، غنعطيكم وصفه اخر الفيديو. يعني انها رائعه كتخلص الجسم من الديدان، يعني بالنسبه للناس اللي عندهم ولا الوليدات اللي عندهم الديدان هكا في ديال الامعاء اولا في البطن، كتخلص الجسم من الديدان وكذلك من الطفيليات. كديروها في كاس ديال الماء مغلي، كديروا غير جوج عريشات هكا مع الماء حتى يعني كتطلق المفعول ديالو، اولا كتغليو الماء وكتوضعوا في دوك العريشات حتى تدفى وكتصفيو وكتحليو بالعسل وكتعطيو للابناء ديالكم مع المداومه عليه، يعني كيخلص الجسم من الديدان. وكذلك الشيبه كما كنعرفوا كيقولوا زمان الشيبه الحبيبه في الصباح شفاء، راها رائعه كذلك كتخلص الجسم من السموم، وكتخلص كذلك الجسم بالنسبه للناس اللي تعرضوا هكا للتوكال. ديجا تقاسمت معكم الوصفه بالتطبيق، قلت لكم انها كطهر الامعاء، يعني سبحان الله بالنسبه للناس اللي حسوا هكا، حتى الناس مثلا اللي عندهم مشاكل مثلا ديال تحسوا بالسخفه بالعياء يعني ما تتكون المعده ديالهم ماشي هي هذيك، ما عليكم الا انكم ديروا بحال شكل غسيل المعده، يعني كتاخذوا عرش ديال الشيبه يكون شويه كبير على هذا، كديروه بغيتوا ديروه في الماء بغيتوا ديروه في الحليب، يعني لكم الاختيار. بالنسبه للناس اللي ما كيحملوش الحليب راه ممكن ديروه في الماء، وانكم يعني مع الصباح الا ما قديتوش كنحر شويه ممكن تحليو شويه العسل كتشربوه على الريق، وكديروا الاستفراغ اعزكم الله كما كنديروا في التوكل، يعني بالنسبه للوصفه ديال التوكل حتى هي ضروري الاستفراغ اللي كتشربوه على الريق وكتداوموا عليه يعني 3 ايام 4 ايام 5 ايام، كتحسوا بواحد التحسن رائع بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل وبغاو يديروا هكا الغسيل ديال المعده. كذلك الناس اللي عندهم مشكل ديال العسر الهضم، يعني الناس اللي تياكلوا هكا وعندهم مشاكل يعني ديال الهضم، راه رائعه وكتحسن عمليه الهضم، يعني الا شربتوها هكا مع الشاي ولا غير مع الماء من وراء الاكل راها فعاله وغادي تهضموا يعني، وغادي ما تبقاش عندكم هذاك المشكل. كذلك الناس اللي عندهم مشاكل في المعده يعني الام او مغص في المعده، ما عليهم الا يستعملوا الشيبه. كذلك الشيبه في هذه الوقيته ديال البرد انها كتسخن الجسم كذلك رائعه وكتنشط الدوره الدمويه، يعني استعملوا الشيبه بالاخص في هذا البرد هذا، راه غتفيدكم بالنسبه للناس اللي عندهم البروده ديال الاطراف الاصابع اليدين ديالهم، كتجيهم هذيك الرعشه يعني بالاخص في الصبحيه. بالنسبه كذلك للناس اللي عندهم مشكل ديال التوتر، يعني كيتعصبوا كيتوتروا، راه رائعه وكتحيد يعني تتحيد داك التوتر وكتهدى الاعصاب
كذلك جاذبة للنوم سبحان الله، يعني العكس ديال الشاي او العكس. ممكن انكم تستعملوها كما قلت لكم مع الحليب، تستعملوها مع الماء، تستعملوها حتى في شي حساء كما ناصحين بها الاطباء، يعني راها فعالة ماشي فقط غير مع الشاي. ممكن الناس اللي عندهم هكا اضطراب في النوم يستعملوها في الليل مع الحليب، راه غادي تجيب لكم استرخاء وغادي تنعسوا باذن الله. بالنسبة اللي عندهم ألم الدورة الشهرية، يعني راها رائعة تستعملوها في هذيك الفترة، لأنها كتنظم حتى الهرمونات وكتساعد على علاج ألم الدورة الشهرية. دابا غادي ندوزو للطريقة ديال الاستعمال ديالنا، كيفاش غادي نستعملوها للشعر باش نتخلصوا من القشرة بعد ما طلقات ليا دابا الشيبة. وغندوزو للوصفة الأخيرة اللي هي ديال البرودة والروماتيزم. كما كتشوفوا معايا، يعني بعد ما درت الشيبه على النار حتى غلات كما كتشوفوا. دابا شنو كنديروا بهذه الشيبه هذه؟ هذا الماء اولا المنقوع ديال الشيبه راه فعال انكم كتغطيوه وكتخليوه يزيد تيبرد وكتصفيوه وكديروه في واحد الوخاخ، يعني فاش كتغسلوا الشعر ديالكم وكتكملوا وكترشوا به الشعر جيدا اولا كديروه هو في الاخير، يعني راه رائع وتداوموا عليه، يعني كي جيد للشعر، كيخلصكم من القشره، من الحبكه، من كاع دوك الفطريات، كاع داكشي اللي كيكون عندكم يعني في الجلد ديال الشعر اولا. راه جيد بزاف هذا الماء ديال الشيبه، هذا يخلصكم من جميع ديك المشاكل. يعني بالنسبه للناس اللي عندهم هذيك البروده في اليدين وكيتنفخوا ليهم، حتى هذا راه جيد، يعني مره مره كديروا بحال الشكل ديال، يعني كتغطسوا فيه اليدين ديالكم وكتخليوهم، ولكن حتى تحسوا به، يعني كديروا صبعكم كتقدروا عليه وكتوضعوا فيه حتى اليدين ديالكم، يعني وكتبقاو ديروا واحد المساج، وفي الاخير يعني كتنشفوا وتدهنوا تكونوا يديكم باقيين سخان وكدهنوا بزيت الزيتون اولا الفازلين. راه بالنسبه للناس اللي عندهم دوك المشاكل ديال البروده ديال الاطراف ودوك، راه رائعه وفعاله الشيبه، كنتمنى فعلا تفيدكم. دابا غادي ندوزو لاهم وصفه ديالنا ديال اليوم. بالنسبه لهاد الوصفه هذه اننا كنحتاجو فيها المهراز، ضروري يعني ما نستعملو لا خلاط لا حتى شي حاجه. تاخذوا واحد القدر ديال الشيبه اللي كتاخذوا، يعني الكميه اللي بغيتو نتوما على حساب شحال بغيتو ديرو. كتحاولوا انكم يعني تكون هاد الشيبه هذه تنظفات ونشفات، يعني كتغسلوها وتخليوها حتى تنشف على خاطرها. كتحاولوا انكم يعني تقطعوها في المهراز، كتاخذوا واحد الكميه اللي هي معقوله كما كتشوفوا معايا، وكنقطعوها في هذا المهراز هذا، وكنحاولوا اننا يعني ندقوها. يعني وفاش كتكونوا تدقوا، يعني كتضيفوا لها واحد المعلقه ديال الماء، من الاحسن يكون دافي سخون شويه، يعني وكتدقوها جيدا حتى تطلق المفعول ديالها. وبالنسبه لهذا الشيبه هذه، يعني فاش كتدقوها جيدا كتخليوها حتى تشرب هذا الماء هذا، فاش كتدقوها جيدا وكتخليوها انها كتشرب هذاك الماء، فاش كتشرب هذاك الماء اشنو كديروا ليها؟ كتجيبوها وكتوضعوها في هذه الانيه هذه بهذا الشكل هذا. بعد ما كندقوها يعني كنحاولوا اننا نضيفوا عليها هاد الزيت المائده، من الافضل انكم يعني تضيفوا واحد نص كاس، يعني تضيفوا واحد نص كاس ديال زيت المائده وكتكثروا الكمية. انا فقط هنايا عطيتكم غير تجربه. كتجيبوا واحد الانيه كما كتشوفوا معايا وكتديوها فوق النار وكتخليها يعني تغلي 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 واحد المده ديال ساعه، ولكن كتكونوا يعني كثري الكميه ديال الزيت كما قلت لكم، كثري الكميه ديال الشيبه. انا فقط عطيتكم هنايا غير تجربوا، كتخليوها تغلي تغلي تغلي، هي عريانه ما كتغطيوهاش ما تزمتوهاش باش ما هبطش عليها البخار. صافي فاش كتغلي كتطفيو عليها وكتخليوها يعني كتخليوها في هذه الانيه حتى تيبرد الماء، كتحيدوها منه وكتحاولوا انكم يعني تغطيوها جيدا وتوضعوها في واحد المكان مظلم 24 ساعه، من بعد يعني كتصفيوها وكديروها في واحد القاروره هكا اللي هي تكون كذلك اللون ديالها غامق، وكتبقاو تدهنوا منها من الليل لليل. يعني فعلا فعلا راه نصحوا بها بزاف ديال الناس اللي جربوها، رائعه وفعاله ومجربه، كتعطي فعاليه رائعه، دوموا عليها باذن الله غتحسوا بواحد التحسن اللي رائع. وفيما تقادت لكم يعني كتعاودوها، كنتمنى فعلا هاد الوصفه تنال الرضا ديالكم، والله يشافي الجميع يا رب. وهنا كيكون الفيديو ديالنا سهل، وكنتمنى الحصه تكون خفيفه ظريفه على قلبكم، تكونوا استفدتوا ولو بالقليل ولو فكره وحده انها تنال الاعجاب ديالكم. كنشكركم بزاف بزاف على المشاهده، ما تنسونيش بلايك تبارطاجي الفيديو مع الاهل والحياه ديالكم باش الفائده تعم، وانتظروا الجديد ديالي والى حصه قادمه ان شاء الله مع وصفه جديده او نصيحه جديده مع خديجه، وشكرا على المتابعه.